نبغى نتكلم عن الوقف، وقف طبعا في جمعية روم في مكة المكرمة. موضوع الصدقة، طبعا الكل عارف أجر الصدقة، الأحاديث والآيات كثيرة عن الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا احنا نتكلم عن وقف الأيتام في جمعية روم في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهنيئا هنيئا لمن سار للتجارة مع الله عز وجل، وهذه تجارة لن تبور. التجارة مع الله عز وجل تجارة لن تبور. فأنا حاب أنه أسمع من الموجودين كلهم، وراح أبدأ مع أخوي عبد الله، ونبغى كلمة عن الوقف. في الوقف سبحان الله، أنت بهذه الحياة تحاول تسوي أعمال خيرية، وكل عمل خيري تسويه تقول لعلها هي المنجية، أنت ما تدري إيش اللي بينجيك من عذاب النار. فتصدق، وإذا ما أنت قادر، ما عندك استطاعة، ترى الدلع على الخير كفاعله. والله يوفقنا وإياكم ويجزانا خير. الله يجزاك خير. طبعا موجود على الشاشة ظاهرة أمامكم اللي هو حساب الوقف، وأيضا المبالغ الموجودة لكفالة اليتيم. طبعا تكفل اليتيم 300 ريال مدى الحياة. فهنيئا لمن سارع في كفالة اليتيم. أخوي سعد، بنسمع منك. أعطوا المايك. شكرا لك أخوي أيمن. يا مرحبا. ترى الثالثة ثابتة. أو شيء منه سفير الوقف الأسبوع هذا؟ جبر وبدع. جبر. السفراء. إيه. جبر. عبدالي وبدع. وبدع سبيع الله. أنا ما أكرم. أعطنا طال عمرك كلمة عن الوقف اليتيم. كفالة اليتيم. هذا رصيد لك، كأنك اللي حاط لك شيء رصيد لك في الآخر. عما قال الشايب اللي جانا تحطه في الخدش، وهذا طال عمرك رصيد. وش أكبر مشاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاط لك رصيد وبالي لك مستقبلا في الجنة، يعني كأنه مفتاح من فاتح الجنة. 300 ريال ولا يمكن لفتك خسارة في محلك هواء، ولا خسارة في ليلة وعد في كافي، وإذا مدى الحياة تكون لك يتيم، وفي أطهر بقاع الأرض مكة. الله ما ظني إن اللي بيسمع ذا الرسالة، وإذا ما أنت بقادر ولا ما أنت مستطيع نشر تدال على الخير كفاعل. كفاعل صلى الله يكتب أجر أجركم. الله يجزاك خير. آمين. الله يجزاك خير أخوي سعد. أيمن. أنا والله ما عندي كلام على اللي قبلي، لكن أقول أحيانا يجيك ضيف تدفع له 1000 و4000 و5 طلي وهو مو محتاج، فما بالك اليتيم 300 ريال ويدخلك الجنة. فالله يجزانا ويجزاكم خير. صدقة قد تؤدي لك إنك تدخل الجنة. الرسول يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين بالجنة. الله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله. الله يجزاك خير. أخوي عبد المجيد تفضل. سعد. سعد الاعداد طالبينك. الاعداد اسلم. والله شوف اقول شيء اتكلم فيه الصدقه، هذه من ضمن التجاره مع الله سبحانه وتعالى. من يريد البركه، من يريد دفع البلاء فليتصدق. يعني في واحد في سالفه دائما اذكرها انا، تعب عندنا شخص طبعا قريب لي تمام، وكان في العنايه المركز، كان ولده معي تمام. فكان يتصدق وافضل صدقه نعرفها انها الماء، ولكن الصدقه اللي عند جمعيه رؤوم، هي رؤوم جمعيه رؤوم، جمعيه رؤوم هذه مثل ما تقول مدى الحياه، 300 ريال و600 ريال و900 ريال اشهر كفاله يتيم مدى الحياه. ف رفيقي ذا اللي يتكلم عنه تصدق بمويه، عرفت؟ كان كل يوم تصدق بكراتين مويه.
فنحسبه الله حسيبه هنا بإذن الله بعد الصدقة. شاف الله مريضة اليوم. داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. يا سلام عليك. والصدقة تطفئ غضب الرب. لها محاسن كثيرة. يعني في بعضهم يتصدق بنية مثلا إذا كان طالب نية النجاح التوفيق، بنية شفاء مريض، بنية قضاء الحاجة. سبحان الله، الصدقة هي أحد الأسباب الكبيرة لأنه الواحد يحصل على الرغبة اللي هو يبغاها. أساسا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. من ثلاث، ومن ضمنها اللي هو الصدقة، فاغتنموها والله يكتب أجرنا واجرنا. اللهم آمين. يا كنترول العلم. لا بس وش